الخارج. دوري ابطال افريقيا تلعب الكره من القناوي والراسيه بعد ذلك تتحول الى في القائمه الثاني. من يتابع هنا الراسيه حاضره من الجارفي مره جانبيه مره يلعب كره في وسط الميدان ممتازه ممتازه للحسنيو البركاوي. هذه طريقة حسنية تقدير بهذه الصورة نعم وانتفاضة للجماهير الأكاديرية. الله يا البركاوي على هذا الهدف وصاب عنده بعد دي فضل هنا التمرير بشكل ممتاز ذكية ذكية هذه لجلال الداودي. جلال جلال يرفع جلال الداودي بارك الشاني أصعب في المراحل القادمة من أجل البقاء بينما انطلاقة ممتاز يا حمودان ممتاز يا حمودان يتقدم حمودان فرصة. الحكام يجب أن ينتبهوا في المباراة القادمة لأن الآن كل نقطة رامي يتقدم إمكانية نعم لرفع الكرة وفرصة جول ممتاز بديع لاوك بديع 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 مع الكرة الآن يرفعها داخل المنطقة يعقوبي سيطلق الصافرة نعم موني الشوط الأول بتقريبا نعم هذه كرة ملعوبة فرصة للتسديدة كرة ملعوبة هناك على الجهة اليسرى لفيدة أحمد حمودان يدخل حمودان فرصة 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 جول طنجة ويسجلون طنجة ويعدلون السيادة الشمال أخيرا ينجحون في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب المادي النرمي والطنجاوي في هذه اللحظات وفي المدرج في حين بدل عند العكسي لا المباراة الله على الشاوني الشاوني هرب الشاوني هرب